الاشخاص المعاقين ماشي كلهم ساكن ماشي كلهم تيسعى. انا بغينا واحد الحاجه غادي نوصلوا لها كون فو اون فو. راه اللي غادي يشوفني دابا غيقول امبوسيبل ان مستحيل انني نشد السيور ديال سبرديل الوغ راني تنشد السيور ديال سبرديلتي. معكم اكرام بكير. كاين اللي تيعرفني كاين اللي ما تيعرفنيش. دغيامون كلشي عرف القصه ديالي من خلال فيسبوك. كون كانني تحديت الاعاقه ديالي وقدرت نقرا وكنت نكمل قرايتي وميم طون تنخدم وما تهمنيش الهضره ديال الناس ما تهمنيش الشوفه ديال الناس. خرجت للمجتمع عادي ما مسوقاش. انا كنت طفله عاديه ما كنتش عارفه. واخا كنت نشوف ديك الشوفه ديال الناس والدراري صغار تيشوفوا فيا في المدرسه وتيشوفوا ديك الاعاقه ديالي انا ما كنتش نشوفها. علاش؟ حيت كنتعامل عادي. ما عمري ما حسيت براسي انني عاله على شي واحد، لا دارنا لا مدرسه لا لونطوغاج ديالي بصفه عامه. دونك ما كانتش عندي اعاقه، صافي كنت نتعامل عادي. الوغ فاش غادي نعرف راسي انني عندي اعاقه وغادي نوعى بها؟ في سن المراهقه راه سي نورمال حيت هذيك فتره صعيبه على كل شيء. ولكن الحمد لله فهذيك الساعة بفضل الوالدية والتربية ديالهم ووقفوا معايا والدية وعائلتي وصحابي كل شيء، الحمد لله قدرت أنني نفوت ديك المرحلة وقدرت نكمل قرايتي ونمشي في المشوار ديالي. شنو بغيت؟ بغيت نتعلم كل شيء لراسي، بس ماشي أنا أو فون دو موا نحشي نهار أنني عالة على شي واحد آخر. بقيت نتعلم كيفاش نلبس حوايجي وبدا ديك شي في الطفوله، يعني المساعده ديال والديه ديال عائلتي حتى نلبس حوايجي. مثلا نعطيكم مثال بسيط، كي غادي ندير نشد السيور ديال سبرديله راه اللي غادي يشوفني دابا غيقول امبوسيبل ان مستحيل انني نشد السيور ديال سبرديله الوغ راني تنشد السيور ديال سبرديلتي. في الاول ما قدرتش، حاولت المره الثانيه المره الثالثه قدرت عادي، يعني حاجه بسيطه تعلمتها بحال تعلمت نكتب بحال تعلمت نقرا. شعري مثلا حتى كيفاش نقدر نشد شعري كيفاش نمشط شعري، يعني شي حوايج اللي تعلمتهم مع الوقت وحاولت انني نخدم عليهم باش ماشي شي نهار نلقى راسي ما نحسش بديك الاحساس ديال انني عاله على واحد اخر وتنتسنى واحد اخر يعاونني الا ما دارليش هو ديك الحاجه ما نديرهاش. الوغ انا نقدر نتعلمها ونديرها وصافي والحمد لله هكا انطلقات وبدات وقدرت ندير كل شيء. وانا دابا انا نعاون، يعني انا ندير شنو الحاجه اللي قدرت عليها باش نعاون واحد اخر كيما بغى يكون فاليد ولا معاق ولا بديك الشيء اللي قدرت عليه. دونك وهكا وقعت. الحوايج اللي ما كنتش الناس يقولوا انني ما نقدرش نديرهم حيتاش عندي اعاقه. انا بغيت نقول لكم بلي انا واخا اعاقه ديالي ما عمرها ما حبساتني انني ندير شي حوايج اللي انا باغياهم. تنسافر تنخرج تنقرا تنعيش حياتي نورمال ترونكيل ما عندي حتى شي مشكل. يعني اعاقتي ما عمرها ما كانت عائق، بالعكس اعاقتي كانت حافز بالنسبه ليا باش انني نوصل انني نحقق اهداف نتميز. يعني اعاقتي كما قلت تتميزني الحمد لله، بصح تنقولها وتنعاود اعاقتي تتميزني وتنحمد الله ونشكر عليها. وكون كنت نتخير انني نكون سويه ولا معاقه كنت غنختار انني نكون معاقه. علاش؟ حيت الحمد لله وشكر لله ميزتني وخلاتني حفزاتني وكانت هي الموتور ديالي باش انني نوصل فين وصلت انا ومازال ان شاء الله غادي نوصل. انا عزيز عليا العمل الجمعوي بزاف وملي كنت صغيره اون فيت انا تانتيغريت في المجتمع وما احتاجيش لي زاسوسياسيون. انا حتى كبرت وحبا في العمل الجمعي وليت نقلب على لي زاسوسياسيون كنت نمشي لدار الشباب تندير دي زاكتيفيتي باش نحس باش حيت تنلقى ديك لو بليزير ديالي انني نعاون الناس بديك الشيء اللي قدرني عليه الله. نقدر نعطي من وقتي نقدر نعاون شي واحد. مثلا انا كنت تنقرا في الباك ولا في سانكيام نقدر نعاون الدراري ديال حومتي ندير لهم سوايع، يعني شي حوايج اللي انا نقدر نديرهم. دابا حاليا انا مع جمعيه هاد جمعيه التكافؤ والتنميه للاشخاص في وضعيه اعاقه. عندنا واحد الحمله ديال المعاق وافتخر بانجازاتي وكذا تريكو اللي لابسه هو هذا. بغينا كاع الناس يعرفوا بلي الاعاقه راه ماشي عار،
الاعاقه راه ماشي شي حاجه اللي تتخلي الانسان حشمان وديما في الهامش وراه ما يقدر يدير والو. كاين معاقين تبارك الله وصلوا في جمعيه انا كاينين تبارك الله اللي ناس واصلين واخا الاعاقه ديالهم ولكن تحداو كل شيء وفي لي ديفيرون دومين. دونك تبارك الله انا هذوك هما المثل ديالي، هما لي كوتش ديالي اللي تنزيد نستمد منهم الطاقه والقوه باش انني نكمل. بغينا نضموا واحد الحمله ديال معاق وافتخر بانجازاتي، والناس اللي فاليدي ساندو حمله معاق وافتخر بانجازاتي. دونك دابا انا لابسه التريكو وفيه الشعار، والناس ان شاء الله هذا نداء لكم لكاع الناس ان اون فوا احنا راه حنا بدينا الحمله ديالنا وبغيناكم تعاونونا وتكونوا معنا باش ان شاء الله نقدروا تكون شي حاجه اللي زوينه باش ان شاء الله يشوفوها ان فيت غادي تشوفوها قريب ان شاء الله في لي ريزو سوسيو فيسبوك. دونك بغيناكم تكونوا معنا وتعاونونا باش ننجحوا هذه الحمله وباش نعطيو القيمه للاشخاص المعاقين، حيت الاشخاص المعاقين ماشي كلهم ساكن، ماشي كلهم تيسعاو، راه اشخاص معاقين خدموا وداروا بزاف ديال الحوايج في حياتهم. دونك هذا هو الميساج، هذا هو الهدف ديال الحمله. انا هي البورت بارول ديال لاسوسياسيون، انا هي الواجهه الاعلاميه. دونك تنعيط لكم كاملين اوفليتو تنقول لكم كاملين عاونونا وساعدونا وكونوا معنا باش ننجحوا حمله معاق وافتخر بانجازاتي. وشكرا لكم. انا بالنسبه ليا ما كاينه حتى شي حاجه مستحيله في هذه الحياه، مادام اننا بغينا واحد الحاجه غادي نوصلوا لها كون فو اون بو، هذه راه ما فيهاش حاجه واحده اخرى. كيف ما ديجا سبق وقلت راه لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه، مادام اننا حنا عايشين كيف ما بغينا نكونوا. بالنسبه انا معاقه، واحد اخر ساوي، واحد اخر عنده مشاكل في الحياه، راه واخا شنو ما يكون عندك راه انت تقدر دير الفرق، خاصك تواجه كل شيء الا بغيتي توصل. هذه هي رسالتي ليا لراسي ولكاع الناس. ما بغيتش نشوف شي واحد معاق يكون ديما في الهامش وديما ما يقدر يدير والو الوغ هو يقدر يدير بزاف ديال الحوايج، ولا واحد ساوي وعنده مشاكل ومدمر وشاد عليه وما تيخرجش، لا راه نقدروا نديرو. وما غنقولكمش انا خير مثال حيتاش كاين امثله اكثر مني، ولكن ها انتم تشوفوا انا في حسان عادي تندور تنخرج تنمشي ما عنديش مشكل الحمد لله. علاش؟ حيتاش انا اقتنعت براسي وكيف ما سبقوا انا اتصالحت مع الجسد ديالي وقبلت راسي كيف ما انا، دونك صافي ما كاينش مشكل، ممكن نقدروا نوصلوا كاملين.